يسأل الشيخ سؤال اللي هو هل في صفة معينة لغسل الحائض؟ يعني هل في شروط معينة لازم تتبعها؟ يعني لأن الصراحة وصل على تعرف وسائل التواصل الاجتماعي نعم رسائل متفاجئين أول مرة نقراها، يعني أول مرة. طيب أبشر يا أخي أحمد. الله يبارك. الأخ الكريم أحمد يقول انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي رسائل عن كيفية غسل الحائض غير ما كان يعهده الناس، وهل لهذا الغسل يعني صفة خاصة ينفرد بها هذا العذر الشرعي أم ماذا؟ نعم، الحمد لله رب العالمين. ما يتعلق بغسل المرأة من المحيض سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فبينه كما في الصحيح من حديث عائشة أن أسماء سألته عن غسل المحيض فقال تتطهر تطهرا حسنا وتأخذ الماء فتدلك به شعرها دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، يعني أصول الرأس، ثم تفيض الماء على بدنها. هذا التوصيف في الاغتسال من المحيض يدل على أنه بحاجة إلى مزيد عناية من حيث أن المرأة خرجت من وضع غير معتاد يحتاج إلى شيء من العناية وزيادة الاهتمام لقطع كل ما يمكن أن يكون من المؤذيات وإزالة كل ما يمكن أن يكون من الآثار الحاصلة بسبب الحيض. فالصفة هي الصفة المعتادة لكنها تحتاج إلى مزيد عناية، تبتدئ بغسل موضع الحيض غسلا يقطع عنها كل ما يمكن من أثاره، ثم بعد ذلك تبلغ الماء شؤون رأسها وتدركه دلكا شديدا، ثم بعد ذلك تفيض الماء على سائر جسدها. هكذا جاء. ولو فعلت ما يفعل في غسل الجنابة من أنها بعد أن تفرغ من غسل موضع الحيض تتوضأ وضوء الصلاة ثم تخلل شعرها وتغسله غسلا خاصا بعد ذلك تغسل بقية بدنها، ليس وراء ذلك شيء. ولو أنها اكتفت بإفاضة الماء على بدنها حصل بذلك ما طلب من المرأة بعد محيضها من الاغتسال للخروج من آثار الحيض. بارك الله فيكم.